أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخطأن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقال في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتي الزكاة عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وطعنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله الصلاة وآتي
ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت والقانتين والصادقين
الخاشعين
المتصدقة والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والذاكرين الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله سبحانه وتعالى جل شأن الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات صدق الله العظيم. والذاكرين
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة أمسك عليك زوجك اتق الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقد ضل ضلالا مبينا.
بينا. تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. صدق الله العظيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. والله أحق أن تخشى. عليك زوجك واتقي
إلا ذا وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها
الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ما كان محمد
ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. يا وسبحوه بكرة أصيلا. وسبحوه بكرة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وكان بالله
صدق الله العظيم. تحياتهم يا لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما يا سراجا منيرا وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا بالله وكيلا.
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها صدق الله العظيم. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما وبنات خالك وبنات
وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وما ملكت يمينك مما أشد خلقا
بناها. بناها باسم السماء
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها الجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاقة وبرزت الجحيم لمن يري فأما طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرسيها يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها
يسألونك عن الساعة أيان مرساها أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك إلى ربك إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر صلى الله عليه وسلم أسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لا لا
ألم نشرح لك صدرك كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لا إله إلا وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك يا ربنا شر ما قضيت. سبحانك إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت،
نؤمن بك ونتوكل عليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واجعلها يا ربنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا إلهي حفرة من حفر النار. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما وارانا التراب، اللهم ارحمنا إذا غلقت علينا الأبواب، اللهم ارحمنا إذا ما ودعنا الأهل والأصحاب، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. اللهم هون علينا الموت وسكراته والقبر وظلمته والصراط وذلته والحساب وشدته ويوم القيامة وأهوانه. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما دخل علينا ملك الموت، اللهم ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت، اللهم ارحمنا إذا ما تقلصت الشفتان، اللهم ارحمنا إذا ما شخصت العينان إلى الملك الدياء، اللهم ارحمنا إذا شلت منا الأيدي والقدمان، اللهم ارحم فقيدنا، اللهم جاف الأرض عن جنبي، اللهم اجعل قبره نورا، اللهم افسح له في قبره مد بصره، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا يا إلهي فتجاوز عن سيئاته. اللهم يا ربنا اجعل ليلته هذه أسعد ليالي، اللهم شفع فيه القرآن والصيام وسيد الأنام، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا، واغفر اللهم لنا وله ولعامة المسلمين الفاتحة. لو لم يلبس الإنسان ثيابا من التقى لتجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو جادت الدنيا لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكن تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اخوة الإيمان والإسلام، لقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة الذي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ عبد الله السقا
فخر العلمين العربي والاسلامي عضو نقابة القراء بالقاهرة المقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة الدلجات وزيعت على احدث واقوى مكبرات صوت العالمية والفراش الشعبية والإنارة الكهربائية ركوبة الجهاز تحت إدارة وإشرار الحاج عبد الخالق زغلول وأولاده المقيمين بمركز ومدينة تيلبرو كل ما تخطب بالعزاء كان سعيه مشكورا والبقاء لله وحده